معي مباشرة من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي. أهلا ومرحبا بك خولة، صباح الخير. دير البلح كانت أحد الملامح البارزة في استهداف القصف الإسرائيلي لهذه المنطقة. نعم، فعليا كافة المناطق في محافظة غزة تعرضت إلى وابل من النيران والصواريخ الإسرائيلية. من الصعب أن نقول أن هناك منطقة تعرضت إلى غارات ومنطقة أخرى، لا، كلها تعرضت إلى وابل من هذه الغارات، ولكن كل بتفاصيل مختلفة عن الأخرى. منطقة جباليا مثلا كان هناك عدد من الغارات الإسرائيلية وسلسلة من هذه الصواريخ التي أطلقت على تجمع سكني في منطقة الشجاعية وليس جباليا. هذه المنطقة لأكثر من 50 عمارة سكنية، حسب شهود العيان يتحدثون عن وجود أكثر من 1000 شخص في تلك المنطقة، وبالتالي نحن نتحدث بطبيعة الحال عن مجزرة ارتكبت في تلك المنطقة، بالإضافة أيضا إلى استهدافات متعددة وفي عدة مناطق، والحديث يدور حتى هذه اللحظة عن اشتباكات في عدة محاور أساسية أبرزها المحاور الشمالية ومحاور محافظة غزة، المناطق الشمالية الغربية، بالإضافة إلى تركيز الجانب الإسرائيلي بشكل كبير للغاية منذ ساعات أمس على المناطق الجنوبية وتحديدا على محافظة خان يونس المنطقة الشرقية منها، وبالتالي تعرضت إلى وابل من الصواريخ الإسرائيلية، الأحزمة، سلسلة من الأحزمة النارية التي نفذت خلال ساعات مساء أمس، الأمر الذي دفع المواطنين قصرا للنزوح إلى المناطق الغربية والوسطى من محافظة خان يونس، بالإضافة إلى تأكيدات تتعلق بعملية فصل المحافظة الوسطى عن محافظة خان يونس. الآن فعليا هناك محافظة شمال غزة وغزة أصبحت منفصلة بسيطرة إسرائيلية ووجود عدد من الاشتباكات. المنطقة الوسطى هي لعدد من النازحين الفلسطينيين والسكان المتواجدين في هذه المنطقة التي نتواجد فيها حاليا، وهي التي يتواجد فيها أيضا مستشفى الشهداء الأقصى، ونحن محصورون ما بينها وما بين محافظة خان يونس التي تتعرض الآن إلى عملية حصار مطبق من قبل الجانب الإسرائيلي في محاولة لقطع الطريق على كافة من يحاول الوصول إلى مدينة خان يونس أو الخروج منها. وبالتالي الآن الجانب الإسرائيلي قسم قطاع غزة إلى محافظات عدة بمحاولة الحصول على سيطرة كاملة في مناطق محافظة خان يونس، ومع استمرارية القصف على عدة مناطق ومحاور مختلفة. منطقة خان يونس ورفح شهدتا عدد من الغارات الإسرائيلية خلال الليلة الفائتة، وكلها لمنازل ومساكن للمواطنين الفلسطينيين، أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات. ورغم أيضا المناطق التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي بأنها ليست أماكن قد يرغب بالتوغل فيها على الأقل في الوقت الراهن، إلا أنها أيضا تتعرض إلى وابل من الغارات الإسرائيلية مثل منطقة النصيرات ودير البلح. مخيم النصيرات ومخيم دير البلح تعرضا أيضا لوابل من هذه الغارات، سجلت في منازل ومساكن للمواطنين الفلسطينيين، كان أبرزها لعائلتين في منطقة مخيم النصيرات، أسفرت عن وقوع أكثر من 9 ضحايا بالإضافة إلى عشرات الإصابات. يتم الآن في مستشفى الشهداء الأقصى إجراء وإتمام عمليات إجراء الدفن، بالتالي هناك مشهد مأساوي تعيشه محافظات قطاع غزة كاملة، في ظل أيضا حديث المستشفيات الفلسطينية عن عودة الأزمة الصحية والطبية إلى الواجهة بشكل واضح، خاصة مع تكدس الإصابات أيضا وبدء تناقص المستلزمات الطبية والتي لم يكفي إدخالها خلال الأيام الفائتة بشكل واضح، بالإضافة إلى تضييق الجانب الإسرائيلي على الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني والذي تم استهدافهم بشكل مباشر خلال الأيام الفائتة. كان هناك حديث عن اعتقال لأربعة من ضباط الإسعاف الذين خرجوا من المناطق الشمالية إلى محافظة الوسطى، وبالتالي هناك يبدو أيضا انتهاكات واضحة في هذا الإطار تتعلق بتضييق الخناق على كافة أوجه الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني مع تقنين أعداد المساعدات التي قد تصل، وهناك تخوفات حقيقية من عملية إدخال المساعدات عبر معبر رفح البري وعدم إمكانية إيصالها إلى المحافظات الوسطى والشمالية، خاصة بعد قطع الطريق من شارع صلاح الدين ما بين محافظة خان يونس والمحافظات الأخرى. طيب خولة، يعني أيضا كانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت أن هناك اشتباكات ضارية تدور بين الفصائل والجيش الإسرائيلي، أيضا لو تشيرين إلى ذلك. نعم، فعليا هناك عدد من الاشتباكات الدائرة في المناطق الشمالية، هذا بطبيعة الحال اعتدنا عليه منذ بدء عملية التوغل البري في المحافظات الشمالية ومحافظة غزة وفي المحاور الأساسية أبرزها المحور الشمالي الغربي ومناطق الشمال بشكل كامل، بالإضافة أيضا إلى أن هناك محاور بدأ يتركز فيها القتال بشكل أشمل وأوسع، وهي المناطق الغربية المحادية لمخيم دير البلح بمحاولة تسلل من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى وجود عدد من البوارج البحرية الإسرائيلية التي تتمركز على طيلة ذلك الساحل، بالإضافة
إلى إطلاقها لوابل من القذائف الإسرائيلية طيلة الليلة الفائتة، وهذا الأمر ملاحظ بالإضافة أيضا إلى محاولة تقدم الآليات والدبابات العسكرية في المحاور الشرقية المحاذية لمحافظة خان يونس والمحافظات الوسطى، وهذا الأمر بطبيعة الحال كان هناك عدد من الاشتباكات في تلك المنطقة وصفت بأنها الأعنف في تلك الليلة الماضية، بالإضافة إلى أن هذه الاشتباكات دائما ما ترافق بوجود طيران حربي إسرائيلي يقوم بالإغارة على تلك المناطق وبشكل واضح، بالإضافة إلى أنها أيضا معززة بالقذائف التي تطلق من قبل الآليات والدبابات العسكرية.